السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر لايك للفيديو ليصلكم كل جديد تابعوا الفيديو حتى النهاية موعد مباراة الجزائر ضد المغرب في كأس العرب اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من مباريات كأس العرب 2021 المقامة في قطر وتأهلت منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس والإمارات وقطر والأردن وعمان وتقام مباراة الدور ربع النهائي خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري وتلعب مباراة المغرب مع الجزائر يوم السبت 11 ديسمبر على الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش الثامنة بتوقيت الجزائر التاسعة بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت السعودية القنوات الناقلة المباراة تشاهدون المباراة على قنوات بأن سبورت والكأس القطرية لا تنسوا الاشتراك في القناة وضع اللايك لايك للفيديو ليصلكم كل جديد